بغيت تبدل الحياه ضروري خصك تسمع هاد الهضره هادي. انا نشوف واحد المقطع وباغي اما تحول يا اما تحط كريدي يا اما دير واحد لو شونجمون في حياتك، راه المقطع بك هاد الفلوس باغي يولي عندك فلوس. غليظ باغي تولي رقيق، رقيق باغي تولي غليظ. باغي دير شي بيزنس، باغي دير شي حاجه، يعني باغي دير واحد لو شونجمون. باغي تخرج من خدمتك تمشي دير لونتربرونيا، باغي لونتربرونيا في خدمتك. اني واي هنا غادي خصك الصاف تعرف بلي دوك لو شونجمون ما غيكونش ساهل، غادي تساكريفي في هاد الهضره هادي معروفه وكتسمع. انا نهضر لك على اهم ساكريفيس اللي خصك ديرو هو الانتوراج ديالك. حتى هاد الهضره كتسمعها معروف، تسمع دابا الهضره اللي ما كتسمعهاش بزاف هي الصاف الاولى اللي خصك تكون اناني. فريمون تكون اناني. شنو هي اناني؟ كتعرف غير راسك، هاديك شويه قاصحه وكرهي اللي خاصك دير. علاش؟ حيت في الاول يكون عندك واحد الانتوراج ما صالحينكش، عشران شي ناس كتعرفهم، شي عائله خدمت العائله بعاد ولا شي حاجه قراب ليك دايرين بيك، وانت عارف ان هذوك الناس ما صالحينكش، كدير شي حوايج ما صالحينكش الى اخره، خصك داكشي اخي تسمح فيه. علاش؟ انا نهضر مع الدراري دابا اللي بادين مثلا في الاي كوميرس ولا نعطي بهم اكزومبل، وهادشي طبقو في ما بغيت. غادي تبغي اخويا تبدل حياتك وتبدا مثلا الاي كوميرس، دخلتي المفيد بديتي كتقرا، اول حاجه خصك تسد على دوك الناس، خصك تعرف شنو انت صالح ليه. صالح ليك جوج ديال الحوايج، يا اما لونتوراج اللي هو كيدير نفس الحاجه، يعني كيديروا الاي كوميرس، وسوي سير داك لونتوراج غادي يساعدك بعيد، فريمون غيكوشيك بعيد. الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه غتحتاج تسد على راسك، يعني اي واحد ما تجلس حدا البيسي وتسد على راسك وتفكر وتركز وتخدم كتسد عليه. دونك هنا الا جيتي تشوف هاد جوج ديال الحوايج غالبا داك لونتوراج اللي عندك كامل ما صالحكش. دونك هنا خصك اخي في الاول تكون شويه اناني، تسد على كلشي، قلب على كلشي، خاصهم يتفهموا عاديه، خاصهم يتفهموا. علاش؟ لانك انت ما درتش حاجه مزيانه في حياتك، ماشي راك كدمر حياتك ولا شي حاجه باش ما يتفهموش، راك كدير واحد الحاجه مزيانه في حياتك. الا كانوا فريمون عشران ولا صحاب ولا عائلتك وكيبغيو لك الخير كيتفهموا. دونك انت كتقلب على داكشي كامل، بدل النمره، بدل المدينه، بدل ما عرفت شنو، المهم خصك تقلب على داكشي كامل، غتشد داك الناس كاملين غتحيدهم عليك. غادي تجيب دابا ناس جداد ولا ما تجيب حتى حد؟ غتجيب ناس جداد. شنو هما؟ هما ناس ديال الدومين، خصك علاقات في الدومين هذا، خصك ناس اللي هما في النيفو ديالك. وشوف بلا ما يبقى فيك الحالة الصعبة، علاش؟ لأن أنت ملي كتبغي تخرج من واحد محيط ولا من واحد سيتياسيون لسيتياسيون، عادي السيتياسيون الآخر اللي كتبغي ترد، عادي صحابك اللي كنتي كتقهوى معاهم يبغيو يزيدو يتقهوى معاك، عادي عائلتك اللي كيسولو فيك، عادي داكشي غيطرا. مي راه خاصك تقلب آخر، لأن هما عايشين في واحد العالم، أنت بغيت تنقص لواحد العالم، هاك العالم هو العالم ماشي هما الجنس، هو غيعيط لك تقول له انا جالس كنقد سبور، غيضحك عليك. تقول له انا باغي ندير شي حاجه كبيره في حياتي، غيضحك عليك. تقول له انا باغي ندير المراهية، غيضحك عليك. اش كونوا صريحين، راه هذا المجتمع ديالنا وحنا عارفينو، حنا كبرنا فيه. دونك دوز لي هاد النقطة هادي، أول حاجة تقلب على دوك الناس، تقدر تعلمهم، تقدر فهمتي شوف نتايا والسيتياسيون ديالك، تقدر تسد على راسك وصافي، ما عادي بلا ما تقلب، عادي بلا ما تقلب على حد، ما تقولها لحد وصافي. غير هو راه داك الكونتاكت يبقى كيرد الدور. علاش؟ لأن انت ملي غتدخل للويب ديجا واجهك ألف مشكلة، ديجا التحدي كبير قدامك، عندك واحد التحدي تعلم انفيستي، قلب برودوي، جيب غامر، خذ واحد لو ريسك. لا ديجا انت غتدخل واحد العالم ما عارفوش، غتواجه بزاف ديال التحديات وغتفشل وغتفشل وغتفشل، وما حصرك الا زدتي عليك شي واحد اللي غادي يفشلك. صافي تما ما غاديش تكملش. واحسن حاجه انا كنقولها للبنان اللي غيبدا في الويب خاصة الاي كوميرس، تقول حتى شي واحد راك غيدير الاي كوميرس تتنجح. عرفتي في الاول كتقولها غيفشلك، انا كنت بديت الريسكين في اول مره وكنت قلتها لكلشي حتى الله رضا معلم. ملي بديت الاي كوميرس دروب شيبين ما جات حتى شي واحد، ملي
مزيان اللعبه ديالي اني ما بغيت حتى شي واحد حتى يخدم هذا الشيء هذا ويمشي مزيان ديك الساعه موراها ما الحمد لله فهمت الجيم صوفيت هاك دا تعلمت دا عاديت كنقول للدراري صحاب وديك الساعه فهمتي ديك الساعه انت راك في الطريق متاكد منها عارفه خدامك مزيان صوت نورمال انك ديك الساعه تقول لبنان ما عنده باش يزيد يفشلك كاين خلاص حتى ديك الساعه كاين باش ياذيك ولكن على الاقل انت غتقول لشي ناس اللي انت باغي لهم الخير دونك صافي ديك الساعه كاين الريزولطا يعني كتهضر من باش كتهضر من فراغ عندك علاش اما شي باش تهضر انت مازال ما درتي والو هاد الشلو كيفشلو يا معلم الحاجه الاولى الحاجه الثانيه تسد على راسك انت واحد الانسان اللي موالف تخرج موالف تريح موالف دير موالف دير هنا شنو كيوقع لك الدوبامين ديالك كيكون طالع علاش ومولفش ديك الملل تحرك مع الدراري دير بزاف ديال الحوايج وبليتي بغيتيه يولي جالس واحد البلاصه قمه الملل قمه ما كاين ما يدار يبقى لك مركز وستمتع بداك قمه الملل الملل ديال الخدمه خصك دابا تولي تستمتع بها دونك هنا الحل الوحيد داكشي بيان سور يجي تدريجي ولكن الحل الوحيد اللي عندك راه هو تسد على راسك تسد على راسك كتسمع في يوتيوب ولا كدا الناس ديال الدومين كتشوف الناس ديال الدومين كتفولوي الناس ديال الدومين انت هكا انت دوك لي ستاندار ديال الافكار ديالك الهضره ديالك الفيجن ديالك كتنقى بزاف فريمون بزاف كتنقى شي خايب باش كنشوفو دابا البارح دايرين يوم عالمي للحريق كلشي باغي يحرق علاش الافكار دوالو ملي غتكون كتسمع واحد محطة منعرفاش من طوموبيل منعرفاش من طوموبيل واحد كيقولك فهمتي ثلاثة كاربعة كف النهار ملايين ديال الشهر كيهضرك عليهم في النهار واحد كيقولك معرف شحال من ليد في النهار واحد معرف شحال من كوموند في النهار نهار على نهار نهار على نهار كتشبع بداكشي صافي واحد الوقيتة كيولي عندك داكشي عادي تسمع مثلا في الأولى تسمع عشرة مليون في الشهر تخيل العلم من بعد تولي تسمعها تجيك عادية هاي سمعتي واحد اخر كيديرها في النهار سمعتي واحد شتي واحد اخر دايرها في كدا دونك هكا حتى انت كتبقاو تنقى ديك لي ستوندار ديالك طريقة الهضرة ديالك نهار على نهار إلا مشيتي على هاد السيستم هذا لواحد المدة خدا من عندي تغير كاين كاين غير هو بجوج حوايج المحيط الناس اللي دايرين بيك ان شاء الله تصوصل تحياتي ليك